دورينا مع عبد العزيز السلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دورينا، وحييكم أنا عبد العزيز السلوم من الإعداد والتقديم لهذه الحلقة. اليوم واليوم الحلقة مليانة أحداث، أحداث كثيرة وقرارات وأخبار، وهمتكم معنا اليوم راح تكون حلقة إن شاء الله ممتعة وسريعة أيضا بأحداث وقرارات اللي راح نسردها وناخذ آراءكم فيها مثل ما عودناكم على 011-268-4488. قبل أن نبدأ بس حلقتنا نذكر بهذا الخبر، راح تستضيف العلا الجوهرة الأثرية الثمينة في المملكة العربية السعودية موسم فعاليات واحتفالات خاصة هذا الشتاء، حيث ينطلق اليوم الخميس 20 ديسمبر مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في المحافظة، واللي تمثل متحفا نابضا مفتوحا للفنون والثقافة والتراث والمدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. الفعاليات راح يكون فيها فعاليات كثيرة، المهرجان راح يكون فيه فعاليات كثيرة، أبرزها مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، الملحن العالمي الشهير ياني، عازف البيانو الصيني لانغ لانغ، وأيضا عازف الكمان الفرنسي رينو كابس، ومن العالم العربي أيضا راح يكون في حفل بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، وأيضا فنان العرب محمد عبدو ومجد الرومي وعمر خيرت. تقدرون تحصلون على التذاكر على موقع الخاص بالفعالية wintertantura.com، وراح ننول لكم ونذكركم دائما بهذه الفعالية اللي راح تستمر للأسابيع القادمة. إن شاء الله تكون فعالية ممتعة للجميع. اليوم أيضا تم الإعلان عن تشكيلة المنتخب، منتخبنا الوطني أكيد الكل تابعها، اللي ما تابعها محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي في حراسة المرمى، عندنا حمدان الشمراني، عبد الإله العمري، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد الفتير، علي البليهي، عبدالله علي البليهي، وهنا نقول هذا الدفاع. نروح للوسط، عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، ابراهيم غالب، ايمن الخليف، حسين قهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد العزيز الفيشي، عبد الرحمن غريب، وسالم الدوسري في الوسط. في الهجوم فهد المولد ومحمد الصياري. يعني نهني ايضا محمد انضمامه للمنتخب، هذا خبر مفرح لنا جميعا، وجود مهاجم بمثل امكانيات محمد. فهد المولد ما يعتبر مهاجم صريح، لكن محسوب التشكيله انه مهاجم. الكل يتساءل ليش مهاجم واحد موجود في المنتخب، عندنا ثلاث حراس، لو حسبناها عندنا ثلاث حراس ومهاجم واحد، هذا الأربع، عندنا 19 لاعب وسط ودفاع. ناخذ اتصالاتكم ونقول ألو. ألو مساء النور، حياك الله، تعرف عليك؟ معك فايدة الحالي. حياك الله فايدة، تفضلي بشكل سريع فايدة. أتمنى إن شاء الله الهلال بكرة الفوز، إن شاء الله إنه يحصل على 3 نقاط، أنا صعبة والله على الهلال، بس أنا ما أدري متى تقام المباراة، يعني كم الساعة. إن شاء الله الحين بنتكلم عن المباريات ومواعيدها. أتمنى من المدرب إنه ما يعصب صراحة، يعني نرى يعني اللي شوف لاعبين الهلال مرة مشتتين مع المدرب اللي معصب 24 ساعة، وأنا ما برأي المباراة خلاص أجلس أتابع الجنادرية. طيب يعطيك العافية فهد، شكرا جزيلا لك. إذا ناخذ اتصال نقول ألو. ألو السلام عليكم. السلام، تعرف عليك؟ معك عبد الله. أهلا يا عبد الله، تفضل. بتكلم عن المباراة بكرة، صفرين جدة والرياض، اتحاد والنصر، النصر والاتحاد. بكرة النصر إن شاء الله ما له عذر، بكرة بيفوز إن شاء الله. أنا أتوقع النتيجة يعني كمية أهداف بكرة، يعني ده يعني تشوف مباراة سهلة يعني لهالدرجة؟ والله النصر جاهز، النصر الحين ما عنده، النصر ما عنده يعني ما عنده الاتحاد جاي من فوز برضو. الاتحاد جاي من فوز يعني ومنتعش شوي. لا بس الاتحاد مرة يعني الاتحاد ما عنده إلا 5 نقاط، والنصر رجع الحين بعد المباريات، بعد مباراة الهلال وعنده انتصارات تعادلات. بكرة الفوز إن شاء الله، يعني أنا أتوقع هنتيجة كبيرة بكرة. طيب
طيب يا عبد الله، أتمنى من الجمهور النصراوي إنه يحضر ويساند الفريق. لأن الدوري الحين ما شاء الله خلاص يعني، يعني قربنا يعني نتصدر يعني معه. جميل. قريبين إن شاء الله. يعطيك العافية. والنصر النصر حضوره ما شاء الله يعني كويسة في الدوري يعني. دائم يعني ينافس بقوة. تمام. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. طبعا الآن تقام مواجهة الرائد والحزم 1-0 للرائد حتى دقيقة تقريبا 81. سجلوا إسماعيل بانجورا. المباراة شهدت طرد، أو 89 عفوا الدقيقة الآن، شهدت طرد اللاعب مسعود بخيت من فريق الحزم في الدقيقة 42 زمن الشوط الأول. أيضا المباراة القادمة راح تبدأ قريبا بين الفيصلي والوحدة. فاصل. دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. خلونا نرحب بالاستاذ احمد الراشد، رئيس لجنه الاستثمار بالغرفه الاستثمار الرياضي بالغرفه التجاريه بالاحساء. اهلا بك استاذ احمد معنا. يا هلا اخوي عزيز، هلا وسهلا وغلا. الله يسلمك، الله يحييك، نورتونا البارحه. الله يسلمك خليك. طبعا البارحه عشان ننوه المستمعين، كان في امسيه رياضيه جميله بتنظيم لجنه الاستثمار الرياضي بالغرفه التجاريه بالاحساء، تواجد فيها رئيس دوري رابطه الدوري المحترفين الاستاذ مسلي المعمر، وايضا بتواجد الاستاذ احمد الراشد. انشطه جميله استاذ احمد تقومون فيها في اللجنه بمدينه الاحساء الرائعه الجميلة، وتنظيم أكثر من رائع كان. أول شيء حدثنا عن يعني هذه الاستضافات وهذا البرنامج اللي مثل ما ذكرت أنت راح يكون مستمر للأشهر القادمة. الله يعطيك العافية. والله يشوف أكيد طبعا إن شاء الله هذا البرنامج من أحد برامج اللجنة، اللي هو استضافة شخصيات سواء كان من قطاع الخاص أو قطاع حكومي لهم في الاستثمار الرياضي، تبادل خبرات، معرفة الفرص الاستثمارية خصوصا للشركات المتوسطة والصغيرة. وين كيف المستثمر يقدر يدخل الدوري السعودي، كيف يدخل انه يستثمر لو على سكيل صغير. فحبينا نحن صراحة نبدأ أول حلقات برنامج سلسلة الأمسية الاستثمارية بشخصية صراحة الأستاذ مسلم المعمر، يعني غني عن التعريف، رجل يعني باكراوند حقه كبير في التسويق الرياضي والاستثمار والبزنس. أعتقد أنه ورئيس دوري الرابطة المحترفين، أعتقد أنه الشخص المناسب كان نبدأ في أمسياتنا، والحمد لله كانت أمسية ناجحة ولاقت استحسان الكثير، وإن شاء الله أنه استفدنا منها. وإن شاء الله في دورات في يعني أمسيات أخرى قادمة. نعم. هذا وزي ما قلت لك هذا أحد برامج اللجنة، برامج اللجنة أكثر من كذا، لكن إن شاء الله هذا من أحد البرامج المهمة جدا، تعرف يعني اكتشاف الفرص الاستثمارية. لأن أنت اليوم تشوف الدوري ولا دوريات كبيرة دائما ما حكر على الشركات الكبيرة. نعم. لكن اليوم اللي أنت الآن حتى رؤية المملكة 2030 قائمة على القطاع الخاص، تحديدا الشركات المتوسطة والصغيرة. فحتى رواد الأعمال فتح المجال لهم يعني يتقابلون مع المسؤولين مباشرة ويوجهون أسئلتهم بالطعم بالتوصيات. نعم. أيضا أنت تحدثت أمس عن مبادرة قادمة راح تقومون فيها في اللجنة. والله شوف احنا عندنا مبادرة للأمانة، كان عندنا شخص قدم على فكرة أبليكيشن للملاعب والتدريب والتطوير والأكاديمية، يعني شيء صراحة أنا قلت له أنا أول مساهم فيه. فاحنا مبادرتنا إن احنا حنتبنى أي فكرة رياضية من رواد أعمال، من يطلع من إن شاء الله حتى يكون من الثانوية العامة عنده فكرة يبغى يطورها، احنا نسمعها ونتبناها وعندنا في الأحساء الحاضرة الأعمال. فأعتقد إن احنا نطورها وإن شاء الله بإذن الله ندعمها نستثمر فيها،
ونطورها، وهذا هو الاستثمار الرياضي الحقيقي. جميل. نتمنى لكم التوفيق استاذ احمد، ما شاء الله يعني انشطه رائعه واهتمام كبير من قبلكم في لجنه استثمار رياضي، ونتمنى بس انه العدوى الايجابيه بالاعمال المميزه توصل لبقيه المدن، نشوف الحراك موجود في جميع الغرف التجاريه. والله الحراك احنا طبعا معنيين على حسه، لكن في النهايه الحسنه يعني عادتنا نخدم الوطن، وبالعكس اكيد احنا حابين. انتم ما قصرتوا تخدمون يعني المنطقه، ما قصرتوا، نتمنى غيركم يحذو حذوكم ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك استاذ احمد، شكرا على تكريم ام بي سي اف ام وبرنامج دوري. لا لا هذا والله اقل واجب والله اهتمامكم، هذا دعم لنا كرجال مشكورين. شكرا لك، شكرا لك الاستاذ احمد الراشد رئيس لجنه الاستثمار بالغرفة التجارية، الاستثمار الرياضي بالغرفة التجارية بالأحساء. مستمعينا متواصلين معاكم ومع اتصالاتكم على 011-268-4488. بنروح الفاصل قصير وراجعين. دورينا مع عبد العزيز السلوم. يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. بس نوه انه انتهت مواجهات الرائد والحزم بفوز الرائد بهدف دون مقابل سجله اسماعيل بنكور. المباراه القادمه راح تكون بين الفيصلي والوحده عند 55 دقيقه. مباريات الغد يوم حافل في الدوري السعودي، الهلال والاهلي الساعه 3:10، ايضا في نفس التوقيت الشباب والباطن 5:30. عندنا مباراتين القدسية والتعاون والفتح والاتفاق، مباراتين مهمة جدا للأربع فرق على مستوى الترتيب. أيضا المواجهة الأخيرة راح تكون ساعة 6:25 دقيقة بين الاتحاد والنصر. نرجع لاتصالاتكم اللي حاب شاركنا دائما على 011-268-4488. نأخذ اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك الله بالخير، معك حسين البشري من الدمام. أهلا يا حسين، تفضل يا حسين. الله يحييك. أنا بس عندي تعليقين. التعليق الأول بخصوص الهلال وخصوص السيد جيسوس. أيوة. مدرب الهلال، أتمنى منه أنه يبتعد عن إثبات فكرة أن الكابتن إدواردو يجيد اللعب في المحور كما كان في الدوري البرتغالي. لسنا بحاجة إثبات أنه لا يجيد اللعب إلا في المحور. وهذه على فكرة في حلقة أمس دكتور عبدالعزيز الخالد أيضا انتقد جيسوس على مركز الاختيار لمركز إدواردو. أوافق الرأي للكابتن عبدالعزيز الخالد، كذلك أنه يرجع الكابتن غوميز ويخلي ريفاس راس حربة، وغوميز أصلا لا يجيد أي مهارة على الاستلام والتسليم والمحاورة. فأتمنى من إدارة الهلال الجلوس مع السيد جيسوس. هم جلسوا ردي يعني اليوم، أيضا في خبر عن اجتماع خاص مع جيسوس من مجلس الإدارة، هذا اللي نتمناه. والشغلة الثانية بخصوص الهيئة الرياضية في السعودية، كلنا نقدر ونشكر للهيئة ولرئيس الهيئة مجهوداته الغير مسبوقة والتي ساهمت في نقل الكرة السعودية والرياضة السعودية عامة إلى مصاف الرياضة العالمية، ولكن نتمنى أن التدخلات التي نشهدها بين لحظة وأخرى وفي معظم القرارات قرارات ارتجالية نوعا ما، إعادة الحكام في نص الموسم، تشكيلة المنتخب لا يقل عن 30-40% اسم جديد بعد تصريح رئيس الهيئة. طيب عشان ما نخلط الأمور، أول شيء تدخلات يعني ما في تدخلات، لأنه هذا رئيس اللجنة الأولمبية اللي هو معالي المستشار تركي آل الشيخ، هو رئيس اللجنة الأولمبية. رئيس اللجنة الأولمبية من اللي يندرج تحته كل الاتحادات، فهذه ما تعتبر تدخل. التشكيلة بس أنا بقى أنت ذكرت الأمور كلها مع بعض ونسكت، بس التشكيلة في النهاية مدرب المنتخب هو اللي اختارها، أكيد ما, 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 ما في أحد بيختارها، لأنه إحنا عندنا هاجس أنه التشكيلة تملى على المدربين من عام من 30 سنة، ما ودي أحدد الأعوام، من يمكن أو أكثر إلى يومك. إحنا نقول أنه المدرب يعني مستحيل أنك تتعاقد مع مدرب كبير وتملي عليه التشكيلة وهو يرضى بالشيء هذا، خاصة أنه مدرب جالس تارك كل العقود وجالس معاك الفترة الطويلة.
طيب عبد العزيز بس ابغاك تقنعني باللي صار في التشكيله وانا مستعد اقدم اعتذارات. انا ما انت ما اخطيت يا حسين. لا انا ما انا وانا ما ماني الشخص المناسب اللي يقنعك لاني انا احتاج اصلا من يقنعني. انا ذكرت في البدايه انه احنا عندنا مهاجم واحد فقط صريح، فهذا المولد ما يعتبر مهاجم صريح. عندنا ثلاث حراس يعني مع الصيعري هذه اربعه، والقائمه 23 عندنا 19 لاعب وسط ومدافع يعني. طيب خليني عبد العزيز اذا تسمح لي خليني اوصل فكرتي وبعدين علق براحتك. بعد خبر ان الدوري لن يوقف والاعتراضات والاحتجاجات صار لقاء مع رئيس الهيئه وسؤال هل انت مؤيد او لا؟ فقال انا لا راي لي والامر متروك للاتحاد، ولكن يعني في اللقاء هذا قال انا استغرب من مدرب المنتخب انه يركز على مجموعة معينة من الأندية لاختيار اللعيبة. التشكيلة اللي طلعت اليوم أبعطيك أسماء جديدة: محمد اليامي في الحراسة، الحمدان الشمراني، عبد الإله العمري، محمد آل التيل، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، في حين وجوه جديدة دخلت للتشكيلة. في حين غاب من لاعبي المنتخب الشباب هو عبد الرحمن غريب. ممتاز. ومحمد الفتيل مش جديد على المنتخب يعني ما وانضموا في المعسكر الأخير. لكن أنا بسأل وين عبد العزيز الجبرين؟ وين محمد كنو؟ وين حسين عبد الغني؟ وين ظهير النصر الغنام؟ والله هذه أسئلة ما يجاوب عليها إلا بيتزي نفسه يعني. احنا بنحاول نحصل على الإجابات من المسؤولين الإداريين في المنتخب، لكن غالبا أنا أقول لك حسين إنه ما راح نحصل على إجابات، لكن بنحاول. طيب. وبناخذ وجهة نظر فنية، هذا اللي احنا كإعلام نقدر نسويه يعني. لكن أكثر من الأخير يا عبد العزيز إني أرى أن الهيئة ضحت بالمنتخب لحساب الدوري والبطولة الأفريقية. تحياتي لك. شكرا لك يا حسين. أيضا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو مس النور. حياك الله. حرمني في أخوي مس. حياك الله. أتكلم عن مباراة بكرة. طيب كلمينا بكرة. اليوم احنا مركزين على تشكيلة المنتخب منيفة. شكرا جزيلا لك. أيضا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو ألو أنت على الهواء، تفضل قص صوت الراديو لو سمحت. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف عليك أبو سلمان من جدة. حياك الله أبو سلمان، تفضل. كيف حالك؟ الله يسلمك. أخوي عزيز عندي توضيح تعليق على رفتين. أول شيء لجنة الانضباط أصدرت أمس بحق خالد البلطان. نعم. هذه العقوبة اللي أنا شايفها يعني عقوبة غير صارمة، عقوبة زي اللي يقول لك صرحوا ثمنها 20,000. إيش تغلط على جمهور وتغلط على كيان وتغلط على نادي 28,000؟ لا هي العقوبات دائما تأتي بالتدريج يعني، وهذه العقوبة أصلا اللي كانت متوقعة حتى بالمختص في القانون الرياضي أستاذ أحمد الأمير كانت متوقع نفس العقوبة هذه. لا العقوبة إذا ساء الجمهور إيقاف عام وغرامة 300,000 نص العقوبة. يمكن هذا مع تكرار العقوبة، مع تكرار الفعل يعني. أبوه مكررها خالد البلطان أكثر من برنامج مكرر للساعة للجمهور الأهلي. التكرار إنه يكون في يعني في مباراة أخرى. النقطة الثانية على المنتخب، الحديث الأخ اللي قبل شوي حديث على المنتخب. نعم. بيتزي على ما أعتقد إنه مغمض فن والتشكيلة واضحة قدام وألعب على هذه العناصر. سلام. كيف؟ ما ليش ممكن تعيد كلامك؟ بيزي مغمض عيونه والتشكيلة واضحة قدامه ألعب على هذه العناصر وسلامتك. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أكيد ما أدري يعني أنا ما ودي أني أدخل في نقاشات على أشياء بعض الأمور اللي تذكر، لكن مدرب كبير مثل بيتزي يعني سواء يعني هو معرض للنجاح أو الفشل مع أي منتخب، منتخبنا ولا منتخب برازيل ولا منتخب تشيلي، لكن يعني يجب أن نقتنع إحنا قناعة تامة ونبعد عن موضوع خلف الكواليس والمؤامرات اللي ممكن تصير وكذا. هذا منتخبنا في النهاية، والاتحاد السعودي وضع ثقته في مدرب بيتزي واختار المجموعة من اللاعبين. يجب أن نساند المنتخب ونقف معه
هذا اللي نقدر نسويه. أما نقدر نشكك وين فلان وليش ما اختار فلان؟ يا جماعة والله إحنا لنا سنوات وكل ما تطلع تشكيلة لازم نقول وين فلان وليش ما اختار فلان وين فلان يعني. طيب ناخذ اتصال ونقول ألو. أهلا وسهلا، مساء الخير أخوي عزوز. أهلا أهلا وسهلا، تعرف عليك خالد بن مديد. أهلا يا خالد. أهلا يا خالد، الله يسعدك حبيبي. علشانك أتجاوز نقطة المنتخب عشان ما تزعل. ماني زعلان، أنا ماني زعلان، بس إنه نناقش بمنطقية موضوعية أكثر. يعني ما نقول مثلا نقد نسوي نوجه اتهامات. شيخ في لاعبين ما ضمهم كثير، يعني أنا خايف على هالمنتخب كيف بيشارك في آسيا صراحة، يعني ما أدري. والله والله شوف انا 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 واحد مثلك، يعني اقول لك في لاعبين المفروض انهم يتواجدوا، ما لكن خلينا نضع الثقه بالموجودين. خلاص هو اختار. صحيح، احسنت احسنت يا انت معلم واحنا منك نتعلم. وانا اقول خلاص ننسى مين دخل ومين خرج، المنتخب كلنا معاه. اذا شفناهم ما عدوا بعد البطوله حنتكلم، ودورينا مفتوح للمتصلين كلهم. النقطة الثانية بس بدوني الأخ اللي قبل شوي لفتني الأهلاوي خالد البلطان. أنا أصلا أنا أرفض عقوبة خالد البلطان شخصيا. ليش؟ ليش؟ مو والله إني يعني متحيز لأحد، أنا ما أحش أطرح رأي. سعد السويلم وماذا يقول وماذا يكتب؟ يعني حرام ما يعاقب البلطان يعاقب يعني. خالد يعني لا نروح الموضوع حرام. أنا والله طرحت الموضوع هذا قانونيا، وذكر لي الأستاذ أحمد الأمير أنه في برنامجنا أنا سمعت المداخل على فكرة، قال أنه يندرج على التغريدات ما يندرج على التصريحات. وبعدين والله العظيم أنا رؤساء الأندية كلهم 16 على عيني، لكن لا يوجد رئيس زي خالد البلطان. يعني رئيس شخصية إداري عملي ما يستنع الإثارة. يعني هو ما تكلم عن الأهلي إلا بعد المباراة. عكس بعض الأندية اللي تغرد عن النادي هو من أول جولة في الدوري. يعني أنا أقرأها في حياتي. كل رئيس يعني خالد عاد وعنده تكتيك في النهاية. اللي يكسب اللي يعمل أكثر. البلطان أفضل عمل وشغل وجهد بالنتائج. أنت قلت يا خالد قبل شوي ما نستعجل حتى حكم على تشكيلة المنتخب، برضو ما نستعجل حكم لا على سعود سويلم ولا على خالد البلطان، مع حفظ الألقاب للجميع الشخصيات. جلب له لاعبين كبار، بس يا ليتي يعني أنا حتى أنا نتيجة، أهم شيء النتيجة في نهاية الموسم. أي صح النتيجة، وعلى طار النتيجة أنا هلالي صح، بس قلوبي كل الأندية أتمنى من سعود السويلم إنه يجيب مدرب فورا للنصر. آسيا تراها يعني مهمة لنا كلنا كسعوديين، نبغى هلال نصر أهلي الاتحاد إلى الأمام. يعني يعطيك العافية يا خالد، شكرا لك جزيلا حبيب. لك مستمعين، احنا بنروح الفاصل وبعد الفاصل راجعين معاكم. دورينا مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج دورينا. طبعا صدر تصنيف اتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، منتخبنا حل في المركز لشهر ديسمبر طبعا 2018 في مركز 69 عالميا والخامس آسيويا وأيضا عربيا في المركز الخامس وخليجيا في المركز الأول، بينما تصدر التصنيف العالمي منتخب بلجيكا في المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن فرنسا في المركز الثانية، البرازيل ثالثا، وكرواتيا ثم إنجلترا، البرتغال، أوروغواي، سويسرا، إسبانيا والدنمارك في المركز العاشر. إذن هذا هو تصنيف المنتخبات العالمية، وعن تواجد منتخبنا في المركز 69 هذا هو ليس أفضل مركز لمنتخبنا الوطني في عام 2018، لأنه أفضل مركز كان في فبراير كان مركز 64، وأسوأ مركز كان في أكتوبر الماضي وصلنا إلى 72. بإذن الله نتجاوز هذه المرحلة من المراكز في بعد بطولة آسيا إذا تحقق الإنجاز بإذن الله في هذه البطولة. لجنة الانضباط كانت قد أصدرت عدد من القرارات، ربما سمعتم تعليق المستمعين على العقوبة التي نالها رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان بغرامة مالية قدر 20,000 ريال في قرار غير قابل للاستئناف، بعد الإدلاء بتصريح إعلامي تضمن عبارات فيها إساءة لجمهور النادي المنافس وجمهور نادي الأهلي. أيضا ارتكب لاعب نادي أحد حسين عبد الغني سلوكا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب الفريق المنافس في ممر اللاعبين بعد نهاية مواجهة أحد والقادسية،
وبناء عليه فرض عليه العقوبات التالية: إيقاف مباراة رسمية في جميع المباريات، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدره 10,000 ريال في قرار غير قابل للاستئناف. أيضا اللاعب حاتم بلال عقب بعقوبة مماثلة بإيقاف مباراة رسمية وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال. نعود اتصالاتكم، واللي حاب شاركنا على 0112684488 ناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف عليك. مساء الخير استاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا معك عبد القحطاني. اهلا يا عبد الله. يعطيك العافية. ممكن عندي مواضيع تسمح لي بس شوي بطول. يلا بشكل سريع. لا ولا تطول، تزعل المستمعين مني. لا ان شاء الله ما يطول عليك. طيب. اول شيء بارك للعين الاماراتي، الف الف مبروك الساهل، مبارك للشعب الاماراتي، واتمنى من الجمهور السعودي ان يدعم في المباراه النهائيه من يمثل العالم العربي الصراحه. نعم استاذ. الموضوع الثاني خالد البلطان، يعني هذا الرجل زي ما قال الاخ المتصل قبلي، هذا من افضل رؤساء الانديه اخلاقا وتصريحه، يعني كان انا اتوقع ما في شيء، يعني عكس تصريح سعيد السالم اعتقد رئيس النصر. يعني فانت لا تقعد تفتح نفسك مشاكل. عبد الله انت اي فريق تشجع؟ عبد الله والله اشجع الهلال. الهلال يعني نعم. انت كمشجع هلالي ما تشوف شيء، بس جمهور الاهلي يرى في اساءه، ويجب ان نحترم جمهور الاهلي. يا انا اشوف ما انا ما في شيء والله، انا شو يعني مجرب مداعبه وكلام. طيب. ما في شيء، بس انت تقول هذا اصغر الانديه، يعني هذه اساءه صح لهذه وسائل نادي النصر حتى. يعني ليش عاقبت؟ يعني عشان تبعد بالشك والظنون. يعني طيب. انا اعرف قصي فواز انه حس ما سمعنا انه نصراوي وكذا، فبعد نفسك مشبهات. يعني طبق العقوبات على كل رؤساء الانديه، مش اقول كل رؤساء الانديه عشان تبدا. صح. أنا أتفق معك يا عبد الله، هذا المفروض. هذا المفروض. لأن حجم مباراة بكرة يعني الهلال صراحة أتوقع مستوى من حجم ما توقع فوز الأهلي. هذا اللي حب أشياء، وشكرا لك والله. شكرا لك يا عبد الله، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال ونقول له. السلام عليكم. السلام، تعرف عليك. بخير يا هلا والله. الله يسلمك. معك ابو طارق. اهلا ابو طارق. اهلا ابو طارق، تفضل. كيف حالك؟ طيب. الله يسلمك. والله ابغى اسمع تشكيلة المنتخب لأني ما سمعتها والله. تشكيلة المنتخب عندنا ثلاث حراس: محمد العويس، وليد عبد الله، محمد اليامي. في الدفاع عندنا حمدان الشمراني، عبد الله العمري، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، محمد الفتيل، علي البليهي، عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف. في الوسط طبعا عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، ابراهيم غالب، ايمن الخليف، حسين مقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد العزيز البيشي، وعبد الرحمن غريب، سالم الدوسري. في الهجوم محمد الصياري، وايضا فهد المولد. وهارون كمارا ما اخذوه؟ ما اخذوه والله. يلا والله ذكرتنا بالبرومو حق التواصل الحكومي اللي قالوا اللاعب خذوه ما اخذوه، جميل كان. طيب يا ابو طارق، عندك مداخله ثانيه عن موضوع التشكيله؟ الله على التشكيله. يلا الله يسهل الامر ان شاء الله. شكرا لك ابو طارق، شكرا. وبالنسبه لمباراه بكره توقع فوز الاهلي وفوز النصر. فوز الاهلي وفوز النصر باذن الله. طيب يعطيك العافيه ابو طارق، شكرا جزيلا لك. اذا ناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. سلام، تعرف عليك؟ معكم ابو مهند. اهلا ابو مهند. من جدة. نعم. ونعم والله، حياك الله. الله ينعم بحالك. ما عليك زوج. ان فاز النصر على الاتحاد والله الامور عاديه، وان فاز الاهلي على الهلال الامور عاديه، والعكس الصحيح الامور عاديه. نعم. انما للاسف الشديد بعض من جمهور النصر يقدموا في جماهير غيرهم وفي انديه غيرهم. يا اخي خليهم في ناديهم. خليهم في ناديهم الله يرضى عليهم. طب بلاش يدخلوا اياديهم بعشاش الدبابير الله يحفظهم. فبلاش والله. من اللي عنده عش دبابير يا ابو مهند؟ والله من جد والله الاتحاد اذا غضب والله ما احد ما يعرف احد. انت زعلان عشان مثلا؟ ايوه لا عشان الدبدبه والكلام وذا وجمهور والاتحاد. يعني في النهايه شوف يا ابو مهند، كل واحد ابو مهند يعني كل واحد عنده ثقه في فريقه، وانت عندك ثقه كبيره في فريقك الاتحاد، ويحق لك تكتسب هالثقه حتى من الجوله الماضيه ومن اسم النادي ومن عزيمه النادي الكبيره للعوده. العفو يا استاذ عبد العزيز، يعني هم يخلوهم في ناديهم افضل لهم. هو شوف ابداء الراي ما في اي مشكله ما دام ما وصل لحدود الإساءة. ما في واحد متصل قبل هو مدام يقول انا ابغى افوز على الاتحاد لانه لا انا حفوز بكميه، يعني هو ما هو شايف الاتحاد.
هو لا يعني اله الا الله ما حد اسمه يشوفه في الملعب يشوفه في الملعب ان شاء الله. حتى لو فاز الامر طبيعي الاتحاد مستواه مره انت عارف بعد ما يحتاج فاحنا قابلين ما في مشكله بس لا تزعل ابو مهند لا تزعل يعني عادي الموضوع ما دام ما اساء هو هو يمكن يشوف فريقه قادر على الفوز على الاتحاد بنتيجه كبيره هذه ما هي اساءه في كيان زي الاتحاد الله اكبر هذه ما هي اساءه في كيان زي الهلال او الاهلي او حتى النصر كمان هذه اساءه لهم إيه فدلهم جماهير ولا قاعدة جماهيرية ما بيتكلم من فراغ وما بيتكلم على نادي غير جماهيرية. أنا بس مهند يعني أنا أقدر رأيك ويعني وغضبك على الموضوع وتحتك الفرصة إنك تتكلم بس أبغى أخذ منك كلمة بس بخصوص المباراة أنت كيف تشوف جاهزية الاتحاد للمباراة؟ أنت شايف مستوى فريق الاتحاد شايف مستوى النصر؟ فريقي تعبان أنا أديك إياه للأخير يعني ما موضوع موضوع الفوز على الباطن ما كان ما لا تعتقد لا إنه راح يعطي دفع للفريق؟ والله نسأل أنا أبغى روح على الاتحاد لو جت روح على الاتحاد في كلام ثاني صدق عبد العزيز جميل جميل لو صارت روح على الاتحاد طيب شكرا لك يا أبو مهند يعطيك العافية شكرا لك لمشاركتك إذا نأخذ اتصال نقول ألو حياك الله الله يحييك تعرف عليك الله يعافيك تركي معك أهلا يا تركي تفضل الله يسلمك أول شيء بالتوفيق لمنتخبنا إن شاء الله والتشكيلة يعني مطمنة يعني لا بأس كويسة بس إنه صراحة نفتقد مهاجم لو هالفترة يعني يركزون على مهاجم أفضل مهاجم سعودي حاليا محمد الصياري يعني محمد الصياري سجل 50% من أهداف الحزم في الدوري هالموسم الحزم سجل 16 محمد سجل 8 من هذول 16 وأيضا حقق نصف نقاط فريق الحزم عند الحزم عنده 14 نقطة ومحمد لوحده تسبب في 7 نقاط من اللي تساوى معه لاعب الاتفاق كريستيان غوانكا يعني هو 8 نقاط أنا ما أقول ردا على كلامك ترى بس عشانك ذكرت إيه ذكرتها فعندي المعلومة قلت فرصة أني أذكرها الآن لا لا بس ولو حتى ولو بالاحتياط يعني اقل شيء يطمن شخص ثاني يعني صح انت تقصد انه مهاجم اضافي هذا الكلام اللي قلناه بدايه الحلقه انه فهد المولد مش مهاجم صريح فعلا هذا فهد يعني تعود على المساحات وش هذا راح يفتقده كثير يعني في البطوله الجايه نعم يعني فنحتاج يعني هذا الشيء الاول الشيء الثاني على موضوع المباراه والهلال والاهلي انا صراحه اتمنى الدوري للهلال وأتمنى الحاجة الثانية يعني عودة الاتحاد لأنه صراحة أنا مرة حزين على اللي صاير في الاتحاد شوف إن شاء الله يعني في يناير إيش التجديدات اللي بتحصل أكيد إن شاء الله أنه راح يكون في اهتمامات أنا شوف أنا أثق الاتحاد وقوته وحيرجع متأكد الاتحاد راح يرجع حتى مع جمهور أشوف حتى في عز الخسارة اللي جالس يمر فيها اللاعبين والدوري والجمهور لا زال واقف وصف اللاعبين. نعم الجمهور الاتحاد يضرب فيه المثل. ما شاء الله فعلا هذا شيء وأتمنى مباراة إن شاء الله جميلة بكرة الهلال والأهلي والاتحاد إن شاء الله يأخذها من النصر بإذن الله الواحد. شكرا جزيلا لك يا تركي يعطيك العافية أنا ما يعني ما أجزم ولا أحلف ولا أراهن في أي موضوع على جمهور الاتحاد بس يعني أعتقد. والاعتقاد جزء من الشك في الموضوع في جزء من الشك أعتقد أنه جمهور أي نادي آخر لو مر بالأزمة اللي مر فيها الاتحاد لهجر المدرجات يعني في وقت نشاهد مساندة كبيرة من جمهور الاتحاد لفريق اللي حبه وعشقه لهذا الفريق هذا المفروض أصلا أننا نشوفه لأي فريق لأي مشجع يحب فريقه أنه ما يتخلى عنه فقط لأنه سقط في موسم ولا حتى موسمين في وقت أنه حقق لك البطولات طوال المواسم الماضية ووصلك لإنجازات لم تكن تحلم بها أيضا نأخذ اتصال ونقول ألو السلام عليكم عليكم السلام تعرف عليك معك أبو فهد أهلا أبو فهد تفضل بتكلم عن نقطة معينة اللي هي تشكيلة المنتخب قول نازل اليوم الصراحة تفاجأنا باختيار يعني اللاعبين في لاعبين الصراحة يعني مظلومين ما أخذوهم بالنسبة للاعبين اللي هم كانوا صراحة مستواه يعني مع الهلال ما شاء الله تبارك الله يعني أغلب مباريات ثابت مستواه ومقدم يعني مستوى أسطوري صراحة يعتبر الجبرين يعني حتى مع النصر مقدم مستوى بالإضافة إلى سلطان الغنام أنا أشوف أكثر لاعب مظلوم الصراحة من ناحية اللي هو الظهير بالنسبة للعرضيات بالنسبة للكور
يعني أشوف هذا اللاعب ما أدري ليش الإعلام ما أعطاه حقه. أنا أشوف بس جمهور النصر اللي مو معطينا حق، بس الإعلام الثاني ما أعطاه حق، ما أدري ليش الصراحة. ويعتبر من أفضل أظهرة أشوفه أنا سلطان غنام. بس أشوف هذول اللاعبين كويكبي يعتبر من أفضل اللاعبين. يعني الصراحة استغربت جدا، ما أدري منه اللي يختار تشكيلة، يعني أحس إنه في شك باختيار تشكيلة أو استعجال أو ما أدري. والله فهد هي تساؤلات، يعني أنا معك فيها، أنا ماني ضد أي أحد عنده تساؤلات حول الموضوع، يعني تبحث عن إجابة فعلا. اللي يختار التشكيلة أكيد كما هو معروف المدرب، لكن السؤال أنا اللي ودي أطرحه حتى على المدرب لو في مؤتمر صاحب الشيء، لو أنت راح تلعب تشكيلة راح تلعب الصياري وفهد المولد، لو احتجت أنك تبدل تبديل هجومي، لو كان أداء محمد في المباراة ولا فهد، لو تعرض أحدهم لإيقاف أو تعرض لإصابة لا سمح الله، من اللي بيدخل بداله؟ هنا السؤال. هذا اللي هو وش اللي يعني حتى بعد صرحنا بالمواليد إن قلنا إن شاء الله في أحد بيجي يعني لاعب قادم، اللي من ضمنهم هل هارون كمارا وعبد الفتاح حاتم. نعم ولا واحد طيب. ما ضم هذا اللاعبين يعني. الله يعطيك العافية أبو فهد، عشان عندي فاصل بس، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. مستمعينا بنروح الفاصل، وبعد الفاصل دورينا مع عبد العزيز السلوم. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج دورينا، والجزء الاخير من البرنامج. انطلقت الان مواجهه الفيصلي والوحده في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. المباراه انطلقت في اول دقيقه، ما شاء الله لويس كوستافو سجل الهدف الاول للفيصلي على الوحده، اذا الفيصلي يتقدم على الوحده بهدف دون مقابل. ودنا نعرف مدى سرعه الهدف، هل هو اسرع هدف في الدوري او لا حتى الآن. إذن الفيصل يتقدم في أول دقيقة على الوحدة بهدف دون مقابل، والرائد فاز على الحزم بهدف دون مقابل. نروح لاتصالاتكم، ناخذ اتصال نقول ألو. هلا مرحبا، مساك الله بالخير. يا أهلا مساء النور، تعرف عليك. هلا والله، الله يحفظك يا أخي. نطلب منكم طلب تطولوا عملية الوقت هذا. أعذرنا، أنا آسف والله، بس أعطنا اسمك. ارفع الدعوة، ارفع للإدارات إن شاء الله. طب عرفنا على اسمك عشان الوقت بس. أبو منير. الله أهلا أبو منير، تفضل أبو منير. الله يسلم. طيب أطلب من لاعبين الهلال عدم الضياع بكرة في المباراة. إذا هزموا بكرة على الهلال معناته الدوري رايح منهم. يعني تعتقد أن المباراة مفصلية بكرة للهلال ولازم مفصلية هي البكرة الدوري بيكون هو إذا ما فازوش الهلال بكرة خلاص، الله يسهل عليهم. طيب شكرا لك يا أبو منير. ومباراة الاتحاد والنصر في جدة ولا في الرياض؟ جدة. في جدة. الله يحفظك. قد الاتحاد ما بيهبط، شوف بس بيتعب، لكن بالدور. إيش توقعاتك أبو منير، يفوز الاتحاد والنصر بكرة؟ والله أتمنى إنه يفوز الاتحاد. طيب. لكن الاتحاد ما بيهبط، هذا خذوا كل الجماهير الاتحاد بالمدرجات وراءه. ولا بيهبط بس بيتعب لكن بيرجع. جميل، يعطيك العافية أبو منير، شكرا جزيلا لك. إذا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. يا هلا، تعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أبو يزيد، تفضل. كيف حالك أخوي؟ الله يسلمك خليك. بس أبغى أخذ ثاني دقيقتين على المنتخب بس. يلا تفضل. يا أخي أنا من الناس اللي أحب التفاعل، يعني وطبيعي التفاعل، أنا أحب التفاعل. جميل، التفاعل جميل. يا ريت تأثر على اللي حولك. والله يا أخي عبد العزيز أحب أتفاعل، أنا مشاء الحمد لله طبعي متفاعل أصلاً. جميل. بس خلاص الحين ما عاد في أدوات تخليني أتفاعل. أفا الحين قاعدين نمدح فيك ونقول أثر على اللي حولك والتفاعل جميل. وفجأة أخي عبد العزيز نلعب على بعض. والله راح زمن الطيبين راح. أحب أقول لك شيء، ما نروح بعيد. الحين الصيعري اللي ماخذ الصيعري وش يسوي يعني، وش بيسوي الصيعري ذا؟ وجاب هدف في الهلال خلاص يعني. نعم سجل 8 أهداف. صدقني والله سجل 8 أهداف في الدوري. خلني بقول لك الله يرحمه والديك. والله العظيم صدقني لو راح ألعب توبي إنه أفضل. معليش مع احترامي يعني. مين؟ لو ألعب توبي أفضل.
ما يعني ما سمعت لو لعبت إيش؟ اقول لو اروح العب لا اي لا لا هذا ابو يزيد ما احترم يعني ما عليك لا 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 ابو يزيد انا ما اسمح انك تقلل من لاعب منتخب تو منظم وعنده رصيد اهداف والكل قاعد يشيد فيه يعني ما هي طريقه انتقاد صراحه ابو يزيد اكون صادق معك يعني اسمع انا اقول والله نشد على ايديهم والله طيب خلاص بس ما تقول الكلام هذا ابو يزيد ما احترم يعني الاحترام مطلوب الاحترام مطلوب للجميع وانت لا يمكن انك ترضى لا لنفسك ولا لابنك ولا لاخوك انه مثلا يساءل ابنه بهالطريقه هذه انا في بدايه حديثي يعني طال عمرك اسمعني في بدايه حديثي انا قلت انا احب اتفاعل شكرا يا ابو يزيد تبي تعلق على شيء ثاني غير تشكيله المنتخب بس انا اقول الله يوفقهم بس طيب. والايام بيننا حرتشوف يعطيك العافيه يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك لا يعني ما اقدر انا ادخل باي تحدي على منتخب بلادي ولا نزايد في هالموضوع الايام بيننا لا احنا ندعي لمنتخبنا انه الله يوفقنا انه يوفق منتخبنا ويحقق النتائج المرجوه منه ويوفق اللاعبين كل لاعب يبغى ينجح كل لاعب يبغى يخدم بلاده لكن موضوعنا ان ندخل في نقاشات وتحديات على منتخبنا انه يخسر او يفوز هذه ما ودنا ندخل فيها طبعا عقدت لجنه مسابقات في الاتحاد السعودي لكره القدم اجتماع تنسيقي مع ممثلي الانديه المشاركه في دوري ابطال اسيا الاهلي والاتحاد والنصر والهلال للوصول لصيغه نهائيه حول مبارياتهم خلال الفتره المقبله في المسابقات المحليه ايضا في اخبار والله كثير بس وصلنا للختام شكرا لكم شكرا لكل من تواجد معنا اليوم وشاركنا في برنامج هذا المساء نلتقي بكم ان شاء الله في حلقه جديده غدا